حريقه في مصنع سامسونج ومعالج جديد من ميديا تك. اهلا بيكم في نشره لوندي، والنهارده في شويه اخبار لو سمعتوها يعني انا مستغرب ان هي موجوده اصلا، بس هيا بينا في نشره لوندي. معلش يا جماعه لو في وقت من التاني كده انا ماسك المايك وابص فوق شويه، فمعلش يا جماعه ده مش مكان الطبيعي اللي انا متعود عليه فيه. المهم، شركه ميديا تك اعلنت عن معالج جديد باسمه هيليو بي 25، وهيكون احسن من المعالجات التانيه زي هيليو بي 20. والمعالج الجديد هيتم استخدامه في الهواتف المتوسطه، ومن اهم ميزات المعالج الجديد انه بيدعم دول كاميرا زي الايفون 7 بلس اللي هي الكاميرا بتزوم والكاميرا التانيه وايد انجل، وميزه كمان متعلقه بالتصوير وهي بتصوير ال 4K وال HDR، حاجه ما كناش بنشوفها الا في الموبايلات الغاليه جدا اللي ب 7000 او 8000 وفوق ايام كان الدولار رخيص. دلوقتي هنقدر نشوفها في الهواتف المتوسطه وبسعر 7000 او 8000 دلوقتي فعلا. المعالج هيكون بيدعم لحد 6 جيجا بايت رام، في العادي كنا بنشوفه 3 او 2 جيجا بايت رام بالكتير، بقت 6 دلوقتي. تقارير بتقول ان حريقه في مصنع سامسونج حصلت في قسم البطاريات، بس الناس اللي ماسكين مصنع سامسونج نفوا الموضوع ده وقالوا لا دي مجرد حريق في مركز النفايات، بس ما زالت النحس بتاع النوت 7 لغايه دلوقتي موجود، ومصنع سامسونج اللي بيع بطاريات ولع في الصين. جوجل اطلقت اندرويد وير 2.0 للساعات الذكيه، مش كل الساعات هيجي لها ابديت، الساعات اللي هيجي لها ابديت ما هتلاقيها في الديسكربشن او في اول كومنت في الفيديو. تسريبات عن الواوي اونر في 9، سلسله جديده كليه من واوي باسم الفي. هيكون بشاشه 5.7 انش بدقه كيو اتش دي، 2.4 جيجا هرتز اوكتا كور بروسيسور، دول كاميرا 12 ميجا بكسل، واحتمال 6 جيجا بايت رام. تحديث جديد ويندوز 10 ضاف حاجه اسمها بيكتشر بروفايل، ميزه بتخليك تقدر تشوف الفيديو اوفرلايد او الفيديو موجود في كل حته حتى لو فتحت اي ويندوز ثانيه. فيتشر حلوه جدا، حاجه عجباني جدا. فيتشر دي يعني انا مش عارف، دي كانت موجوده في اندرويد من سنين، ليه ما يحطهاش في ويندوز بس؟ والحمد لله بقت في ويندوز. شكرا. شفت نشره لوندي يا جماعه؟ معلش التقطيع مش مظبوط قوي، الاضاءه مش مظبوطه، الشمس طلعت في وشي انا بسجل، بس معلش يا جماعه ان شاء الله هنرجع للمكان الطبيعي بكره او بعده وكل حاجه هترجع زي الفل. المهم لو عجبك الفيديو اتاكد انك تدوس لايك وتعمل سي فيرست للبروفايل عشان مفيش اي حاجه تفوتك، لو اتفرج على اليوتيوب يبقى تعمل لايك وسبسكرايب من الدوريه دي عشان بعد كده الفيديوهات ما تفوتكش. لو تشوف الفيديوهات اللي فاتت من اخبار التكنولوجيا او نشره لوندي تقدر تشوفها من هنا او بلاي ليست كامله من هنا. شكرا. شفت الفيديو، واشوفكم في نشرة لوندي بكرة الساعة 7 بالليل.